السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أنا وفينسي. كما عودناكم كل نهار وصفة جديدة بمكونات في الدار زائد منتوجات فينسي. الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة عن مقشر أو سكراب ديال الشعر اللي سيكون تحت جلدة، سيختو ملي كنغازاو رجلينا ولا كنديرو لاستيغ ملي كيبداو لينا الزغب ما كتخرجش الزغبة من جلدة أو اللي كيكونوا عندنا في الكوعين ديالنا. رغم اش كتكون الوصفه، كتكون من الزيت ديال الكوكو، كتكون اكيد من السكر، وواحد المنتوج جديد اللي هو النيله الزرقاء كي كنعرفوا دابا الحمد لله متوفره في الاسواق وموجوده عندنا، زائد الزيت ديال الحامض. اول حاجه غنبداو بالسكر، معلقه كبيره ديال السكر. كي كنقول لكم دائما الكميه على حسب فين بغيتي ديريها، الا كنتي بغيتي ديريها في رجليك كامله راه كضوبلي الكميه ديالك، سينو كنتي غديريها غير رجليك والكوع ديالك راه هاد الكميه كافيه. معلقه كبيره ديال الزيت ديال الكوكو نذوبوه اكيد عاد باش نديرو، و الراس ديال المعلقه ديال النيله الزرقاء. فوالا، والزيت ديال الحامض حتى هو معلقه صغيره منه. فوالا، كنخلطوا المكونات مزيان. كيبان لي هنا انا خاصني شويه ديال السكر، غادي نزيد شويه ديال السكر. البنات اللي بغات دير في بلاصه السكر الملح تقدر دير الملحه، انا كنفضل السكر على الملح. كنخلطوا المكونات ديالنا فوالا، وكنطبقوهم على رجلينا. مقشر البنات كينفع بزاف وكيبيض وكيحيد داك الجلده الميته اللي كتكون على الشعر ديالنا، حابسه الشعره ديالنا باش ما تخرجش. الوغ نعاود معكم هذه لا تيكستور ديالو بعدا قبل ما نقول لكم المكونات. المكونات اللي كتكون منهم الوصفه ديالنا شنو هما؟ قلنا السكر، الزيت ديال الكوكو، معلقه راس المعلقه ديال النيله الزرقاء، وزيت ديال الحامض. وبصحتكم وبراحتكم وبصحه فطوركم.